ومسؤول العلاقات الدولية بالنادي ورئيس اللجنة المنظمة أيضا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السفير لوي سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، معالي السفير عمر الشناوي مساعد وزير الخارجية المصرية للأمن، السادة السفراء، زملائي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عائلة الأهلي، السيدة الأستاذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بكم جميعا في نادينا الحبيب النادي الأهلي. عام مضى وهذا نحن وللسنة الثالثة على التوالي نحتفل اليوم بحدث رياضي كروي ذات طابع فريد، ونعطي بالتعاون مع شريكنا المتميز سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة ومعالي السفير الألماني العزيز إلى قلبي شخصيا لوي البطولة الدبلوماسية لكرة القدم لسنة 2019 والتي يحتضنها النادي الأهلي الشيخ زايد، والتي تضم 21 فريقا من أعضاء السفارات والهيئات الدبلوماسية في مصر ولمدة 3 أسابيع على ملاعب النادي الأهلي بالشيخ زايد. شراكتنا ودعمنا لهذه البطولة المميزة يعكس رغبة النادي الأهلي الحقيقية في تقديم نشاط مختلف راقي وخارج الصندوق والأفكار التقليدية في إطار الدور الوطني للأهلي كأحد المؤسسات الوطنية في الدولة، والتي دائما تعمل على إظهاره الصورة الحضارية لمصر، واستكمالا لبرنامج عائلة الأهلي بمسؤولياته المختلفة تجاه المجتمع. نتشرف بكم جميعا وباستضافة هذا العدد الكبير من الدول ممثلة في سفاراتها وقياداتها الدبلوماسية، فالنادي الأهلي دائما حريص على توطيد العلاقات الخارجية مع الجميع، خاصة وأننا نملك العديد من التعاملات مع دول العالم من خلال المعسكرات والأنشطة الرياضية والمراسلات مع جهات عديدة خارج البلاد. أيها الإخوة الأعزاء، لا يخفى عليكم أهمية كرة القدم بصفة خاصة والرياضة في حياتنا اليومية وأثرها الإيجابية على الجوانب النفسية والاجتماعية للجميع وكذا السياسية، وكلنا أمل في أن تكون هذه البطولة سبيلا في تعزيز روح التعاون والتنافس الشريف والترابط والتآخي بين الدول، وأن يكون استثمارا إيجابيا للتعارف والتقارب بين الثقافات المختلفة وتوحيد لممثلي الجنسيات المختلفة على أرض بلدنا الغالية مصر. وفي النهاية لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير مرة أخرى معالي السفير لوي. My dear close friend, His Excellency Louis, this collaboration and achievement would not have been possible if we didn't share the mutual love for uniting the diverse cultures in Egypt through football. أيها الأخوة الأحباب، شكرا لكم جميعا على حضوركم الكريم ومجهوداتكم الجليلة لإنجاح هذا الحدث، وكلنا ثقة أن تخرج هذه البطولة بمستوى راقي لا يقل عن السنوات الماضية، وأن نستمتع جميعا بروح كرة القدم العالمية على أرض مصر. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.